كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل التضخم الأساسي السنوي في يونيو نسبة 26.6% على أساس سنوي، نزولا من 27.1% في مايو، وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك المركزي 1.3% في يونيو الماضي مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق والسالب 8.8% في مايو الماضي. شهد الاقتصاد المصري تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أبرز هذه المؤشرات انخفاض حجم الدين العام الخارجي إلى 160 مليارا و600 مليون دولار نهاية مارس 2024 مقابل 168 مليارا نهاية ديسمبر 2023. تستهدف الحكومة الجديدة بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال خفض معدلات التضخم وتوفير السلع وتراجع الدين العام. إلى ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو تقدر ب 4.4% في 2025. خفض معدلات التضخم، توفير السلع، تراجع الدين العام، ملفات هامة تتصدر أولويات الحكومة الجديدة في الفترة المقبلة. فالحكومة الجديدة يقع على عاتقها بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات يتضمن ثلاثة أفرع، منها تمكين القطاع الخاص وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وضبط الأسعار. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن هناك هدفاً واضحاً وموجوداً بالتفصيل ببرنامج الحكومة للسنوات الثلاث القادمة يتضمن خطوات تخفيض مستوى الدين بشقيه المحلي والإجمالي والمستهدفات لكل عام على حدة من السنوات الثلاث. وتصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو عام 2024 بمعدل 73.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو عام 2023، كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرة إبريل عام 2024، والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك إثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية. في غضون ذلك تراجع معدل البطالة إلى 7.6% خلال الربع الأول من عام 2024، وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عاماً الماضية. ورغم الأزمات المتلاحقة التي طالت العديد من دول العالم من حروب وأزمة سلاسل الإمدادات وأوبئة، إلى أن الاقتصاد المصري وقف صامداً في مواجهة تلك الأزمات. صمود جاء نتيجة لتنفيذ الدولة برنامج إصلاح اقتصادي قوي يجمع ما بين دعم الفئات الأولى بالرعاية وما بين تنفيذ إصلاحات جوهرية في الاقتصاد تجعله قادراً على مواجهة التحديات. وفي هذا الإطار نال الاقتصاد المصري إشادات دولية كبيرة خلال الفترة الماضية والحالية، لا سيما في ظل تعامله المرن مع التحديات وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة، علاوة على النظرة الإيجابية المستقرة للاقتصاد. صندوق النقد الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 4.4% في عام 2025، ارتفاعاً من نسبة 3% خلال عام 2024. كما حقق الاقتصاد المصري نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال العام الماضي 2023، وتعد نسبة نمو الاقتصاد المصري من أعلى نسب النمو في العالم، بل تزيد عن متوسط النمو العالمي، حيث من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 3.1% في 2024 و 3.2% في عام 2025.
تفقد وزير البترول كريم بدوي وحدة التحكم الرئيسية بميناء العين السخنة والأرصفة البحرية التي تقدم تسهيلات لشركة العربية لأنابيب البترول سومت بالميناء. أكد بدوي أن الزيارة تأتي في إطار برنامج الحكومة لإنهاء فترة تخفيف الأحمال الكهربائية والتي وفرت لها الدعم المالي اللازم، لافتا إلى أن التسهيلات المتوفرة بالميناء أحد مرافق البنية الأساسية الهامة التي يعتمد عليها قطاع البترول في تحقيق خطط واستقرار وتأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية، كما أنها إحدى صور التكامل العربي الاقتصادي المهمة والتي تضفي ميزات حيوية بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي ما بين مناطق الانتاج البترولي في الخليج العربي ومصر ونقلها للبحر المتوسط ومن ثم للأسواق العالمية عبر خطوط الأنابيب. استقبل وزير العمل محمد جبران المدير العام لمنظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة بجامعة الدول العربية فايز المطيري، وخلال اللقاء أوضح وزير العمل حرصه على تعزيز وتكثيف التعاون مع منظمة العمل العربية لكونها منظمة عريقة تأسست في 12 من يناير عام 1965 وتضم في عضويتها أطراف العمل العربي الثلاثة وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال. في أسواق البترول العالمية تباينت أسعار النفط خلال التعاملات بعد أن جاء التضخم في الصين أكبر مستورد للنفط الخام أضعف من المتوقع. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7% ليصل إلى 84 دولار و60 سنت للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6% ليصل إلى 81 دولار و46 سنت للبرميل، فيما هبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 73% لتصل إلى $2.50 للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 55% لتسجل نحو $2.33 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفضت أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق قبل موسم إعلان الأرباح الفصلية مع تراجع أسعار النفط رغم تحسن المعنويات نتيجة زيادة الرهان على خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية. واستقر المؤشر السعودي عند الإغلاق بعد مكاسب لأربع جلسات، وارتفع مؤشر دبي 1%، واستقر مؤشر أبو ظبي عند الإغلاق. أعلنت الصين أنها باشرت تحقيقاً رسمياً حول إجراءات دعم وعوائق أمام الاستثمار اتخذها الاتحاد الأوروبي بعد سلسلة تدابير من جانب بروكسل بشأن ممارسات تجارية صينية اعتبرتها غير نزيهة. أوضحت وزارة التجارة الصينية أن تحقيقها جاء بناءً على شكوى من غرفة التجارة وأنها تتعلق خصوصاً بمنتجات مثل القاطرات والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، مشيرة إلى أنه من المقرر أن ينتهي التحقيق في 10 من يناير المقبل أو قد يمدد 3 أشهر أخرى.